برهان، لا برهان على حجم واقع الاستغلال الفظيع للعمال والعاملات نتيجة اهتمام الباترونا الزراعية والصناعية بجني الأرباح ولو على حساب أرواح الكادحين. والوظيفة العموميتين نعلن الرأي العام الوطني والمحلي ما يلي. تضامننا المبدئي خمسة الوقت ولدينا الكونفدرالية كما قال وزير التعليم لدينا شيء نقول لهم بوضوح. ولا عاش من خانة. عاش الريف. ولا عاش من خانة. فأحييكم إذن مرة أخرى باسم رفاقكم ورفيقاتكم في الأجهزة الكونفدرالية. لا يفوتنا أن نشكر كل الذين ساهموا معنا. أشكر رفاقنا في الموسيقية الوطنية للأساتذة الذي يفرض عليه التعاقد. أشكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. أشكر رفاقنا في النافي الديمقراطي في المؤتمر الوطني الاتحادي في الطليعة الاشتراكي الديمقراطي في الحزب الاشتراكي الموحد. أشكر كل الأحرار الذين انصفوا معنا. كما أشكر السلطات المحلية على عين اليوم في هذه المرة مع خطأ واحد وهو الساحة التي نخشاها دائما لأننا سنستضيف، ولكن نحن عمال وعاملات كوبيدالية وعوم لأننا ما نكونوش جادين، ولكن الله يخليهم ما يكروش العملية. ومع ذلك أشكر رجال الأمن